بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم دكتور بسام الشراونة، استشاري أنف وأذن وحنجرة. وباء الكورونا حديث الساعة، وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولأهمية هذا الموضوع، وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية، ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل. استكمالا لهذا الموضوع، نريد أيضا من الدكتور أمجد نصير أن يحدثنا عن الكوادر الصحية كيف تعمل وكيف تتعامل مع المصابين والمشتبه بإصابتهم والمعزولين. طبعا المستشفيات تواجه تحدي أساسي، وهو الحفاظ على الكوادر الصحية المعالجة من الإصابة بالفيروس، كما أن هنالك دور مهم في التعامل مع هذه الحالات لمنع اختلاطها مع مرضى آخرين أو منع اختلاطها مع الكادر غير المصرح له بالتعامل مع حالات الكورونا، وذلك لأن أي خسارة فرد من الكادر قد تؤدي إلى انتقال العدوى إلى بقية الزملاء وفقدان جزء كبير من الأفراد الذين يقدمون الخدمة للمرضى. مع بدء حدوث حالات في الأردن، تم اتخاذ قرار مبكر بوقف مواعيد العيادات والعمليات الاختيارية في المستشفى. تم منع الزيارات لمرضى الداخلين في المستشفى، كما أنه صدر قرار من الإدارة بتقليل عدد الكادر الإداري والصحي المتواجد في المستشفى، مع الحفاظ على العدد الأدنى القادر على تقديم الخدمة الجيدة للمرضى المتواجدين في المستشفى. كان هناك سياسة جيدة، وهي سياسة المدخل الواحد للمستشفى للتعامل مع المرضى بمسارات مختلفة. تم استحداث منطقة تصنيف أولي للمرضى، منطقة ترياج، يكون مسؤول عنها ممرض يرتدي الزي الخاص بالوقاية من الفيروس، يأخذ سيرة مرضية من قصيرة جدا من المرضى القادمين لمراجعة المستشفى. يكون هناك تأكيد على مسافة آمنة بين الممرض والمرضى وبين المرضى أنفسهم. في حال وجود اشتباه بحالات الكورونا، يتوجه المريض إلى منطقة معينة، أما إن لم يكن هناك اشتباه يتم السماح للمريض بالدخول إلى قاعة الطوارئ، وهناك يتم التعامل مع الحالات سواء كانت حالات باطنية، جراحية أو غيرها من التخصصات. أما المرضى المشتبه بوجود فيروس الكورونا، يتم توجيههم إلى قاعات خاصة. هناك يكون في منطقة تصنيف ثانية، يكون مسؤول عنها الطبيب أخصائي طوارئ مدرب على التعامل مع حالات الكورونا، يرتدي الزي الكامل. طبعا المريض قبل أن يدخل على الطبيب نتأكد من ارتداء الكمامة واقية. هناك تأخذ سيرة مرضية مطولة أكثر للتأكد من الاشتباه. طبعا احنا معايير الاشتباه عندنا في الأردن، أولا وجود أعراض تنفسية علوية أو سفلية أو بدون وجود حرارة، بالإضافة لوجود سيرة مرضية لمخالطة مرضى مصابين ومشخصين بالفيروس أو القدوم من منطقة موبوءة بهذا المرض. في حال تأكد الاشتباه، يتم نقل المرضى عبر مصعد خاص إلى طوابق محددة للتعامل مع هؤلاء المرضى تبعا لوجود أعراض أو عدم وجود أعراض. في حال وجود أعراض، يتم نقلهم إلى طابق محدد، هناك يأخذ عينة مسحية للمرضى ويتم وضعهم بغرف معزولة، ويتم انتظار حدوث أو ظهور النتيجة، نتيجة الفحص للعينة الأنفية البلعومية. طبعا فترة الانتظار تقريبا تكون قرابة 12 ساعة، حسب وجود أعراض بسيطة أو عدم وجود أعراض شديدة، هؤلاء يكون في غرف عادية. أما المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية شديدة، يتم نقلهم إلى منطقة
عناية حديثة خاصة بمرضى الكورونا. المرضى الذين ليس لديهم أعراض ينقلوا إلى ممر آخر خاص بهم، وهناك يكون الطبيب يرتدي الزي الواقي، يأخذ عينات منهم، وهؤلاء المرضى ينصحوا بالعودة إلى المنزل مع التزام بالحجر حتى ظهور النتيجة، وعادة النتيجة تكون خلال 24 ساعة. طبعاً بهذه الطريقة تم الحفاظ على عدم اختلاط المرضى مع غيرهم، المرضى المصابين بالفيروس مع غيرهم من غير المصابين، كما أنه بهذه الطريقة نحفظ الكادر من التعامل مع مرضى بطريقة لا يكون الطبيب أو الممرض متجهز بالزي الكامل للوقاية من هذه المرضى. وبعد ذلك حسب الحالات يتم تطبيق العلاج أو البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى الكورونا. طبعا عندنا في الأردن يتم استخدام، أو تحدث عن ملك المؤسس بالذات، يتم استخدام دواء الهيدروكسيكلوروكوين لكل المرضى. المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية يتم إضافة الأزيتروميسين لهم، ويتم مراقبتهم، وتتم بعد فترة معينة أخذ عينة جديدة من المرضى، إن كانت سالبة يتم بعد 4 أيام أخذ عينة جديدة، وبعد ذلك إن كانت سالبة للمرة الثانية يتم تخريج المرضى. طبعا مع الخبرة وزيادة عدد المرضى كان هنالك تغير أو اقتراح تغيير في معايير الاشتباه بالمرضى، فليس فقط المرضى الذين يعانون من أعراض أو المرضى الذين يعانون من ارتفاع حرارة فقط هم المشتبه بهم، بل أيضا المرضى الذين يعانون من آلام في الحلق، المرضى اللي يعانون من آلام في الصدر، المرضى الذي يعانون من ألم وتعب عام بدون أي وجود أعراض مفسرة، يجب أن يتم أيضا وضعهم في خانة الاشتباه حتى التأكد من عدم إصابتهم، لأنه لا سمح الله إن دخل مريض يعاني من الفيروس بدون إلى المنطقة غير مصرح بوجود مرضى كورونا فيها، قد يؤدي إلى عدوى سواء للكادر أو غيره من المرضى، وهذا يؤثر على التعامل مع الحالات وانتقالها وانتشارها في المجتمع. طبعا بهذه الطريقة الحمد لله كانت إصابات في الكادر الطبي كثير قليلة، يعني أنا بالمستشفى نتحدث عن إصابتين لممرضين، أحدهما أصيب بالفيروس وجاء به من عدوى من خارج المستشفى، الممرض الثاني الذي أصيب قد تعامل مع حالة مشخصة ويبدو أنه لم يكن يتبع البروتوكول الصحيح في مواجهة المرضى الذين يحملون الفيروس، مما أدى إلى إصابته أيضا. وتم أيضا من المعايير التي كمان ترفع الاشتباه بوجود الفيروس هو الكادر الصحي المعالج، لذلك يجب على كل من يخالطون المرضى أن يتم فحوصات دورية لهم كل فترة بحيث نتأكد من خلوهم من المرض. لنتحدث عن تجربة أطباء الأنف والحجرة في أخذ العينات من الأنف والبلعوم. طبعا تم تخصيص كادر خاص في أخذ العينات لا يختلط بالكادر الآخر، هؤلاء الأطباء من المقيمين تم توزيعهم على مناوبات، بحيث مثلا عندنا 3 مقيمين بيداوموا لمدة 9 أيام بواقع مناوبة 24 ساعة كل 3 أيام، هؤلاء الأطباء يكونوا في منطقة معينة داخل مناطق العزل، يأخذوا العينات، طبعا يكونوا مع أخذ كل الاحترازات من لباس واقي وأدوات التعامل مع المرضى. بعد أن ينتهي الشفت الخاص بال9 أيام أو يعني كل 3 أطباء يداومون 9 أيام، يتم عزلهم لمدة 14 ساعة ولا عفوا لمدة 14 يوم ولا يعودوا إلى ممارسة عملهم أو اختلاطهم مع الكادر إلا بعد التأكد من عدم وجود أعراض وأخذ عينات تؤكد عدم أو خلوهم من الإصابة. وبذلك طبعا حافظنا على تقديم الخدمة للمرضى من غير المصابين بكورونا، وبالإضافة ساعدنا في خدمة المرضى الذين يصابون بهذا الفيروس دون نقل العدوى سواء للكادر أو لغيرهم من المرضى.
بالختام إن شاء الله إنه جائحة الكورونا تمر على بلدنا وعلى بلاد العالم بسلام، ونخلص منها سريعا ونعود لممارسة مهامنا أو أعمالنا أو أنشطتنا الاجتماعية قريبا. بالإضافة إنه العادات الاجتماعية الجيدة اللي كسبناها إن شاء الله نحافظ عليها ونبني عليها، ويكون الأمور إن شاء الله إلى الأفضل في قادم الأيام.